صباح الخير خالد. معاك الأخصائية النفسية وأنا شغالة معاهم هني بالمستشفى. عموماً أنا اطلعت على ملفك وبين معاي ما شاء الله عليك إنسان وايد محترم وحياتك الأسرية مستقرة والمهنية بعد، بس يمكن عندك بعض المشاكل مع الطرف الآخر اللي سببت لك هذه المشاكل حالياً. ترى مو بتسألك ساعة؟ تفضل اسأل. شنو اسمك؟ شكلك مو مركز معاي لأنك منتظر الزيارة اللي جايت لك حالياً. أنا ودي أعرف اسمك. عموماً أنا كنت جايت لك أساس أعرفك عن نفسي، معاك الدكتورة إيمان، بس تخلص زيارتك يا ليت تمر العيادة عن ابنك. زينة 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 خلود، إيش حلوة الزينة، إيش حلوة البشوش، تبارك الرحمن، منور، إيش الابتسامة الحلوة. قل لي يا حبيبي شلونك اليوم؟ إن شاء الله أحسن. أنا اليوم وايد مرتاح. دوم إن شاء الله. بس ما سألتني ليش مرتاح. دوم إن شاء الله مرتاح، بس قل لي ليش؟ لأن أنا طول المدة كنت ظالم نفسي. سلمى تحب واحد ثاني، أنا أوقف حياتي ولا أروح أشوف حياتي؟ أكيد أروح أشوف حياتي. إيه؟ هذا الكلام اللي كان بخاطري أسمعه من خلودي من زمان؟ زينة زينة زينة. خلود إيش حلوة الزينة.